السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ جميلة. اليوم إن شاء الله وتحت طلب عدد كبير من الأخوات غادي ننزل طريقة تخزين الفواكه لمدة طويلة في السيرو. جوني طلبات كثيرة على طريقة تعليب الأناناس، إذا غنحتاج لهذه الوصفة. أنا عندي هنا حبة أناناس من حجم كبير تقريبا تزن كيلوغرام، عندي هنا كيلوغرام من الإجاص أو بعويض، 1 لتر ماء، 500 غرام سكر خشن، كيس فانيلا ما يعادل ملعقة صغيرة أو 7 غرام، وحبة ليمون حامض. سنحتاج للعصير فقط. أول حاجة غادي نحاولوا ننقيو هاد الأناناس. إذا بالنسبة للأناناس غادي نزولوا له هاد الرأس والقاعدة ونزولوا القشرة من بعد. بسم الله. زولنا الرأس، وكنأكد على ان الاناناس ما خاصوش يكون طيب بزاف، يعني يكون شويه قابض في راسه. وغادي نزولوا هاد القاعده، ودابا غادي نزولوا القشر من الفوق لتحت، وحنا دايرين حتى نزولوا هاد القشره كامله. بقاو لينا هاد الحبيبات، غنحاولوا ننظفوهم. من بعد ما زولنا القشره ديال الاناناس، فاللي بقى لينا اننا نزولوا القلب ديالو، لان هاد القلب قاصح بزاف وما تيتكلش. انا عندي حبه الاناناس كبيره يعني عاليه، انا غنحاول نقسمها على جوج عاد نزول لها القلب. الا كانت حبه الاناناس عاديه فممكن بلا ما تقسموها، انا غادي نقسمها لان عندي طويله حبه الاناناس، غنقسمها على جوج باش تجيني العمليه سهله، ونزول لها القلب ديالها. انا غنعمل هذه الاداه اللي كنزولوا بها قلب التفاح باش نزول بها قلب الاناناس. اذا زولت القلب الاول ديال الاناناس، هذا هو القلب اللي قاصح خاصنا نزولوه باش نفرغوا الاناناس. غنعمل نفس الشيء مع هذا النصف المتبقي. وزولنا القلب الثاني ديال الاناناس، صافي. غنقطع الاناناس لدوائر بهذه الطريقة. بسم الله. أنا هنا جبت القنينات اللي غادي نعمل فيهم الأناناس، أنا ديجا عقمتهم. طريقة تعقيم القنينات غادي تلقاوها في الوصفة ديال مربى التين. إذن اللي غادي نعمله دابا هو أننا غادي ناخدو قنينة، وغادي نحاولوا نعملوا فيها هاد الدوائر ديال الاناناس. غادي نخلي هاد القنينه جانبا وغادي نحضر السيرو. بالنسبه للسيرو غادي ناخذ الماء، بسم الله، كترات الماء غادي نعملوا فوق النار. غادي نزيد له هاد نص كيلو او 500 غرام سكر خشن، ثم سكر الفانيلا، نخلط هادشي مع بعض ونخلي حتى يدوب لي السكر نهائيا وطلع لي فيه الغليه، ونشوفوا تتمه الوصفه. كيف كتلاحظوا من بعد ما غلى لينا السيرو ودابت سنيدة او السكر الخشن داب كليا، هنا غادي نزيدو عصير حامضة. هاد عصير الحامض كيخلي لنا الفواكه تحافظ على اللون ديالها، وحتى هو مادة حافظة طبيعية. غنخليوه لان دابا ملي زدنا الحامض بارد فما بقاش كيغلي، بمجرد ما يعود
يغلي غادي نحسبوا له 5 دقائق ونزولوه من فوق النار. من بعد واحد 5 ديال الدقائق من بعد فتره الغليان غادي نزول السيرو من فوق النار. اذا بعد ما وجدنا السيرو وهو سخون خاصنا نعملوه في هاد القنينات. بسم الله حتى يتغطى لنا الفاكهه كامله. بالنسبه للبعويد انا زولت له القشره وقطعته الانصاف وزولت له القلب ديالو بهاد الطريقه. ضروري ما يكون هاد الفاكهه مغطيه، هي مجرد ما غادي نعمل لها الغطاء ديالها فهي غادي تضغط عليه وغادي ينزل لتحت. المهم ان السيرو يكون مغطي الفاكهه مباشره. خاصنا نعملوها في الماء الوقت اللي حنا كنا كنوجدوا فيه هاد الفواكه غنكونوا عملنا الماء يغلي، يعني الماء بكميه كبيره باش مجرد اما نعملوا السيرو فوق من الفاكهه نعملوا هاد القنينات في الماء غليان. وضروري جدا ما يكونوا هاد القنينات مغمورين بالماء. فهنا عندي الماء غليان كذلك، انا غادي نزيد الماء حتى نغطي هاد القنينات كليا. لذلك خاصنا نعملوا قنينات محكمه الاغلاق باش ما يدخلش لنا الماء للداخل. كيف كتلاحظوا صافي غطيتهم، غادي نخليهم وتكون النار خفيفه ماشي قويه ونخليهم هكذا يتعقموا لمده 20 دقيقه ونتلاقاو باذن الله. من بعد واحد 20 دقيقه كيف كتشوفوا فهو ما كيغليش بزاف لانه على نار خفيفه ماشي نار قويه. غادي نزولوا هاد القنينات. كيف كتلاحظوا انا عملت القنينات مقلوبين بهاد الطريقه. غادي نخليهم هكذا مقلوبين حتى يبردوا القنينات كليا. من بعد ما يبردوا غادي نرجعهم للوضعيه الطبيعيه ديالهم. كانت هذه طريقه تعليب الاناناس او الفواكه بصفه عامه بالبيت، طريقه حفظ الفواكه بالسيرو لمده طويله. الى عجبتكم وصفه اليوم عملوا جيم للفيديو، بارطاجيوه مع الاصدقاء، تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. ما تنساوش تزوروني على الموقع السيتواب جميلة دربلسيس ماجازين .نت وعلى صفحة الفيسبوك للتواصل. أستودعكم الله وإلى وصفة قادمة بإذن الله.